بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي لا أحد يملك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واعبدوه، لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واعبدوه واشكروا له. ختمت الآية بالشكر، لأن النعمة، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي ابتلاء، امتحان، اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. لابد أن نعلم أن النعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. كيف نسلم وكيف ننجح في هذا الاختبار؟ ننجح في هذا الاختبار ونسلم ونكون بهذا أضفنا النعمة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الناس انقسموا تجاه النعم إلى شاكر وكافر. قال عليه الصلاة والسلام عندما نزل الغيث قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا بسبب النعمة، نزول الغيث، نزول المطر. نسلم ونخرج شاكرين لنعم الله بأن نتعلق بالله لا بغيره قبل أن تأتي النعمة. كثير من الناس هدانا الله إياه عندما يخرج وينظر في متاع الدنيا من السيارات والعقارات وما إلى ذلك، يبدأ يفكر في ماذا؟ في الوزير أو في الملك أو في الأمير أو في التاجر أو في الملياردير. يقول: لو يتعرف علي الأمير أو الملك أو 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 من هؤلاء أصحاب الأموال الطائلة ويعطيني من ماله ويقول لي: خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت. سبحان الله، هذا تعلق بغير الله. الجنة لا تطلب إلا من الله، وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. فهذا الذي يخطر على بال كثير من الناس هذا من التعلق بغير الله. فابتغوا عند الله لا عند غيره، عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا لابد أن نتعلق قبل أن تأتي النعم بالله لا بغيره. وهذا الذي نسمع ونرى ويخطر على بال كثير من الناس هذا من الشرك، من التعلق بغير الله. نسمع أحيانا في الأخبار: ماذا صنع لنا الحكام؟ أين العروبة؟ أين أهل الخليج؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ماذا تريد منهم؟ تريد من المخلوق؟ هذا افتقار إلى غير الله سبحانه وتعالى. لا نفتقر إلا إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وتوكل على من؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأن هؤلاء يموتوا، فكيف نتوكل عليهم؟ كيف نفتقر إلى الخلق؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا قبل أن تأتي النعمة، تعلق بالله لا بغيره. جاءت النعم وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. ماذا تصنع؟ انقسم الناس بعد أن تأتي النعمة إلى شاكر وإلى كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كثير في القرآن، يذم سبحانه من يضيف إنعامي إلى غيره ويشرك به. تسأل بعض الناس: من أين لك هذا؟ يقول: هذا مالي، ورثت عن آبائي وأجدادي على علم من الله أني له أهل، بجدي واجتهادي
وبكدي وأعرف من أين نأخذ الأموال. هذا كفر للنعم. سليمان عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه بعرش بلقيس عرف أن هذا الوقت امتحان واختبار، فلما رآه مستقرا عنده ماذا صنع؟ قال هذا بجدي، هذا بملكي، بوزرائي، بحاشيتي. لا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، الله سبحانه وتعالى غني عنا، ومن كفر فإن ربي غني كريم. تشكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، تعتقد هذا، تتبرأ من حولك ومن قوتك. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. كيف أصبحت بفضل الله تذل لسانك بشكر المنعم المتفضل؟ بالجوارح كل نعمة بحسبها، نعمة المال ينفق في طاعة الله، نعمة السمع والبصر لا تسمع إلا ما يرضي الله، لا تنظر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف تعصي الله بنعم الله؟ كيف؟ كيف يكون العصيان على مرأة من الله؟ وهذا هو التقوى. لابد أن نصل إلى هذه المنزلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، نخاف ثم يرتقي بنا الخوف إلى أن نصل إلى الخشية. فالنعم ابتلاء وامتحان، نتعلق بالله، تأتي النعمة نشكرها لا نكفرها. وبعض الناس هدانا الله وإياه لا يحمد الله، اعتاد على الذم وعلى التسخط، يتسخط ويسيء الظن في ربه. هذا ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. أشياء ثلاثة: آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، قوت هذا اليوم فقط. قال: فكأنما حيزت له الدنيا. امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حيث قال الله سبحانه وتعالى لهم: وجعلكم ملوكاً. هل كل بني إسرائيل ملوك؟ لا. قد تقول لا، لكن الآية: وجعلكم ملوكا، أي في بني إسرائيل. كيف؟ قال بعض
علماء التفسير وجعلكم ملوكا أن لكل واحد منهم بيت وزوجة وخادم. إذن هذا معناه أننا في هذه الأيام نحن أعلى من بني إسرائيل والله. وبعض الناس هدانا الله وإياه لا يعرف قيمة هذه النعم، لا يعرف نعمة الأمن الذي نعيش، نعمة الصحة والعافية، نعمة أننا في هذه الأيام من يموت من الشبع والله. فلا بد أن تشكر النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة هذه البلاد لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله.